إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. وبعد، نحن في هذا اليوم مع الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية المختصرة في ضوء كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنت في الدرسين السابقين تحدثت عن معنى السيرة وعلاقتها بالسنة وعن التصنيف في السيرة أنواعه وأشكاله، وتحدثت أيضا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعن أجداده. وفي هذا اليوم أستكمل ما تحدثت عنه في الدرس السابق، وهو أن أشهر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو قصي، وهو الذي اجتمعت عليه قبائل وبطون قريش. وأما الذي لقبت أو الذي لقب بقريش من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهر. وهناك من العلماء من قال جميع قبائل قريش تجتمع في فهر، والراجح أنها تجتمع في كنانة، فكلهم أبناء كنانة. أما والدة النبي صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس وهو كلاب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في رمضان، والأول أشهر، واختلف العلماء في أي يوم من الشهر، ولم يصح دليل على تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض المؤرخين رجح أنه في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ولم يختلفوا أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وعام الفيل هو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، وقبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة. وعام الفيل اشتهر بهذا الوصف أو بهذا المسمى أو بهذا العنوان بسبب قصة الفيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهي أن أبرهة وهو حبشي كان يملك اليمن، فأراد أن يصنع لنفسه مجدا كالمجد الذي أكرم الله به العرب، وهو وجود هذا البيت العتيق الكعبة في مكة، وأراد بقوته وسلطانه أن يوجه الناس لتعظيم بيت بناه في صنعاء، وفعلا شيد بيتا وأمر الناس الذين هم من رعاياه أن يحجوا إليه ويعظموه ويطوفوا به. فلما علمت قريش ذهب اثنان من قريش حتى وصلوا إلى صنعاء، وفي ليلة لم يشعر بهم أحد
أخذوا أكرمكم الله العذرة ولطخوا بها جدران هذا البيت احتقاراً لهذا الرأي والتوجه، لأن الذي صنع المجد لهذا البيت العتيق الذي هو الكعبة ليس العرب، وإنما هذا من الله سبحانه وتعالى تشريفاً وتكريماً. فلما أصبحوا وشعروا بما حصل وغلب على ظنهم أن الذي صنع هذا هما القرشيان اللذان جاء إلى صنعاء، فعزم أن يذهب إلى مكة وأن يهدم الكعبة، وفعلا سار بجيش عظيم في مقدمته فيل عظيم، والعرب ما كانوا يعرفون الفيلة، لأن الفيلة هي في أفريقيا وفي الهند، أما أرض العرب فليس فيها فيلة. فلما وصل إلى قرب مكة، ويقال إن ذلك في وادي محسر الذي بين مزدلفة ومنى، برك الفيل وعلمت قريش بمقدم هذا الطاغية العظيم، فخافوا وعلموا أنهم لا قبل لهم لا بمواجهته ولا بالدفاع عن بيت الله سبحانه وتعالى الحرام أمام هذا الجيش العظيم، حتى إن عبد المطلب وكان سيد قريش لما قال له إبرهة تسألني عن إبلك، لأنه أخذ إبل عبد المطلب وجدها خارج مكة فأخذها غنيمة، فجاء يطلب منه أن يعيدها إليه، فتعجب إبرهة قال له تطلب الإبل ولا تطلب مني أن أعود عن هدم الكعبة؟ قال هذه الإبل أنا ربها وللبيت رب يحميه. وفعلا حقق الله سبحانه وتعالى ما ظنه عبد المطلب، فبرك الفيل وأبى أن يواصل مسيره إلى مكة، وحاولوا فيه كلما وجهوه وجهة غير مكة مشى، إذا صرفوا وجهه تجاه الكعبة تجاه مكة برك. في هذه الأثناء أرسل الله سبحانه وتعالى ما قصه في سورة الفيل عليهم طير أبابيل، تحمل كل طير يحمل 3 أحجار، حجرين في يديه وحجر في منقارة، فترمي هذه الحجارة فإذا أصابت الرجل من رأسه تخرج من دبره حجارة من سجيل محمات، فأهلك الله هذا الجيش، ولذا سمي هذا العام بعام الفيل، ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه وهو عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو حمل في بطن أمه، وقيل إنه بعد ولادته بأشهر وقيل بسنة، لكن المشهور عند المؤرخين وأهل السير أنه ولد أنه توفي قبل ولادته، ولدته أمه وجاءت به إلى جده وأخبرته كما جاء في بعض كتب السير أنها رأت حين ولدته خرج منها نور عظيم، في بعض الروايات أنها ذكرت أنها رأت في المنام من يقول لها سميه محمدا، ولكن الأشهر أن الذي سماه هو جده، فدخل به في جوف الكعبة وسماه محمدا، وما كان هذا الاسم معروف في بلاد العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على عادة العرب يطلبون النجابة لأبنائهم فيسترضعونهم في البوادي، فيعرضونهم هؤلاء الأطفال الرضع، ويأتي أهل البادية يأخذونهم بمقابل
فجاءت امرأة من بني سعد يقال لها حليمة، فكان من نصيبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عندها 4 سنوات في بادية بني سعد. لكن حصل في نهاية هذه المدة أمر عظيم ملأ قلب مرضعته خوفا، وهي قصة شق صدره، وأصلها في صحيح مسلم، ولكن القصة بكاملها أخرجها الإمام أحمد والدارمي وصححها الحاكم والذهبي، وهي أنه جاءه طيران عظيمان كأنهما نسرين أبيضين، فقال أحدهما للآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى هو وأخ له من هذه المرأة السعدية، كان يرعى البهم وهي صغار الغنم قريبا من بيوتهم ومنازلهم، كانوا أطفال صغار يعني عمره تقريبا 5 سنوات أو أقل من ذلك أو فوق ذلك. فجاء هذان الطيران العظيمان، فقال أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم هو. يقول: فأخذاني فأضجعاني على ظهري وشق صدري، وفي بعض الروايات أنه حتى جزء من البطن. فقال أحدهما للآخر: ائتني بماء ثلج. فغسل جوفه وأخرج القلب وكان فيه قذات سوداء، فأخرجها وقال: هذا حظ الشيطان منك. وغسل القلب بماء برد، وعند مسلم أنه غسله بماء زمزم، ثم أعاد وخاط هذا الشق. ويقول بعض الصحابة أنهم رأوا آثار هذه الخياطة أو هذا الشق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك منتقع اللون خائف، فعاد إلى مرضعته التي أيضا لما أخبرها ابنها بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم خافت أن يكون أصابه شيء من الجن، لأنها ما تدري ما الذي حصل له. فعادت به إلى أمه وأخبرتها بما حصل، فقالت: لا تخافي عليه، فإني رأيت حين ولدته نورا، يعني كأنها مطمئنة إلى أن هذا الفتى أو هذا الصبي بأن له حماية وله إن شاء الله يعني شيء يحميه بحيث لا يضره شيء من الجن أو هذه العوادي. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.